باكو مدينة ساحرة بتاريخ عريق وعدة مرافق جذابة. من خصوصيات باكو الحديثة البنايات على نطاق واسع. المدينة تشهد نمواً سريعاً بفعل الاستثمارات النفطية وتحقيق العديد من المشاريع الدولية، من بينها تلك التي تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة مثل الألعاب الأوروبية الأولى المقرر إجراؤها بين 28 و12 يونيو حزيران 2015. لا يهم سعر النفط في بحر قزوين، السلعة الوحيدة التي لا يمكنك شراؤها هي الوقت. نحن في موقف حرج حالياً. حفل الافتتاح لابد أن يقام في 12 من يونيو، ليس هناك مجال للتأخير. الرئيس التنفيذي السابق للجمعية الأولمبية البريطانية الذي يعد حاليا مسؤولا عن إعداد عاصمة أذربيجان لدورة الألعاب الأوروبية ل 2015 أوضح أنه لا وجود لأسباب للخوف. من بين الأماكن 18 التي ستستضيف المنافسات أغلبيتها جاهزة، والبقية يجري بناؤها دون تجاوز الجدول الزمني، على سبيل المثال الملعب الرئيسي للمنافسات. الملعب الأولمبي هو رمز الألعاب الأوروبية، ليس فقط لكونه سيحتضن الحفلين الافتتاح والختامي، بل أيضا لأنه سيكون بمثابة إرث المنافسة. فبعد الألعاب سيصبح الملعب معقلا للمنتخب الوطني لأذربيجان، وفي 2020 سيحتضن 4 مباريات ضمن كأس أمم أوروبا. الملعب الأولمبي الذي سيكون جاهزاً في فبراير شباط المقبل يسع ل 68,000 متفرجاً بكلفة تفوق 500 مليون يورو. هذا أكبر المبادئ في أذربيجان، لقد تم تشييده في فترة قصيرة من الزمن، كما تم بناء كل ما تراه حوله في ظرف 2 فقط. قبل ذلك كان المكان مجرد مستنقعاً وعدد من البرك من هنا. يبدو أن الازدحامات الأسطورية في باكو لن تعيق تنظيم دورة الألعاب الأوروبية كما عرفته الألعاب الأولمبية في لندن. خلال البطولة ستكون هناك ممرات مخصصة للمشاركين. ما نقوم به من أجل الألعاب هو تجنب لكل ذلك من خلال تسهيل المرور حول المدينة وليس عبرها. لذلك فالخطة التي تشاهدونها هنا بالأزرق هي شبكة الطرق الخاصة بالألعاب، بعبارة أوضح هي الطرق التي سنستعملها لكل العمليات المتعلقة بالألعاب. العمل الدؤوب مع اقتراب الألعاب هو انشغال الرياضيين أيضا، على غرار المصارع رافشان بايراموف المتوج مرتين بالفضية في الألعاب الأولمبية الذي يعد سفيرا للألعاب الأوروبية. هناك الألعاب الأمريكية والآسيوية، وعليه كان ينبغي بعث الألعاب الأوروبية كذلك. أملي أن تكون هذه الدورة الأولى في التاريخ ناجحة ببلدي. الوقت هو للتدقيق وضبط البرنامج الذي سيقدمونه خلال الألعاب، كما هو الحال لأعضاء منتخب الجمباز الفني. اتحاد كل بلد أوروبي يمكن للمشاركة في البطولات الأوروبية، لكن بالنسبة للألعاب الأوروبية يجب نيل تأشيرة التأهل كما هو الحال في الألعاب الأولمبية. التحضير لحفلي الافتتاح والختام متواصل، الاستعدادات جارية في القرية التي تستضيف البعثات الرياضية. كميات هائلة من القهوة تم تناولها في مركز لجنة تحضير ألعاب باكو الذي يضم في صفوفه 1200 عامل. مجهودات هدفها واحد، يكمن في نجاح الدورة الأولى من الألعاب الأوروبية. كيف سنقيس مدى نجاح الألعاب الأوروبية؟ هناك عدة طرق. الأولى من الجانب الرياضي، أريد التأكد من أنه بعد مغادرة 6000 رياضي من 49 دولة سيقولون إنها كانت مناسبة رياضية رائعة، أمر سيحثهم على المشاركة في النسخة الموالية. وبالطبع المعنيون بالبث المتلفز سيرغبون في مواصلة نقل الصور خلال الدورة المقبلة من الألعاب الأوروبية. 6 أشهر فقط تفصل عن انطلاق النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية التي ستشهد توزيع 253 ميدالية في 20 رياضة مختلفة.